فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صلى إمام المسجد بقراءة مختلفة عن قراءة أهل البلد ولا يعرفها جماعة المسجد، فهل هذا جائز له؟ لا لا، ما هو جائز، صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة، لأنه ما يجوز أن يقرأ الإمام بقراءة غير قراءة أهل البلد، لأنه يشوش عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.